تقول اني اعمل في مشغل نسائي للتزيين، تقول تسال عن امرين: ازاله الشعر للنساء اذا كان في مناطق العوره، هي قالت في الفخوذ. فيما يتعلق بازاله الشعر، ازاله تمكين الغير من ازاله الشعر، الاصل ان يتولى الانسان ذلك بنفسه، ولكن من لا يحسن هذا ويخشى من الضرر، ولا سيما فيما ندب في الشريعة إزالته، فهناك إذا دعت حاجة وأمنت الفتنة واقتصر في الأمر على ما تقتضيه الحاجة فلا حرج إن شاء الله تعالى، مع وجوب الاحتياط لكثرة الشر الحاصل في مثل هذه الأمور.